السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبيباتي في الله، مرحبا بكم مع إبراز. اليوم إن شاء الله متواصلين في دروس البرلاج طيلة هذا الشهر إن شاء الله. هذا الموديل راح نشوفوه اليوم، هو موديل تعمار تحتاجوه في شحال تقريبا، يعني هو لباز تاع الخدمة هذا تاع التعقاش، يعني خدمته ما شاء الله بالولف وبالدوام راح توليكم سهلة وبسيطة. اللي راه يزور فيا أول مرة على القناة ما تنساش حبيبتي الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد. نبدأ أولا في الرسم، راح نوريكم أنا كيفاش رسمت. راح درت نقطة من الوسط ودرت خطوط منحنية هكا، زوج مقابلين بعضهم، من بعد زوج مقابلين بعضهم، تحصلت على 4 خطوط طوال. من بعدين بجنب الخطوط هذوك الطوال درت خطوط اقل منهم طول هكا تاني منحنيين. برك راني انا كي وليت الكاميرا تصور معطلتني ما عرفت كيفاش. من بعد بيناتهم كامل درت خطوط منحنيين قصار، بعدين راح نعرض هذوك الخطوط، نرسم خطوط يكونوا متوازيين ليهم هكا تقريبا. ان شاء الله برك تكونوا فهمتوا الفكره، انا برك نوريكم باش تولوا تفهموا الفكره، من بعد تقدروا ترسموها وحدكم كيما تحبوا هكا بهذه الطريقه. ديروا خطوط متوازيه يعني تكون مع هذوك الخطوط المنحنيه حتى تغطوا كامل الخطوط نتاعكم بهذه الطريقه. واللي تحوس على الرشمه مريقله ومليحه تروح لصفحتي صفحة أم نبراس وتلقاها الرشمة مريقلة بعد، يعني تقدر غير تطبعها ولا تكبرها وتخدم بها. هنا راني خدمت بعض الشيء، راح نوريكم كيفاش نخدم. بعد ما رسمت في القماش شوفوا هنا جبت العقيق المهرس، شوفوا العقيق المهرس هنا راني جبت تقريبا قيس 10000 من كل لون. هنا اخترت 3 أنواع اللي هي الأزرق الذهبي والوردي. راح نبدأ ندخل من راس الرسمة، ندخل هنا دخلت 5 عقيقات كما راكم تشوفوا، 5 حبات، ونميلهم على هذاك الميل ونبقى نمشي بالخط في الخط من هذه الجهة ونميل هكا، وندخل 5 عقيقات وحدين اخرين ونميل ونبقى ونعاود نحط هكا في النقطة نتاعي. يعني المهم قد ما راني نهضر لكم تبقى دائما الصورة أبلغ وأبلغ هكا. نميل ونحط هكا بهذه الطريقه، نميل ونحط. بعدين لما نشوف لما اذا ميلت وحطيت ولقيت باللي العقيقه تاعي خارجه على الخط نقص عادي جدا، خاصه هذا العقيق المهرس راكم ساعات تلقوا وحده كبيره وحده صغيره، قليل ما تلقى عقيق كامل في نفس الحجم. المهم ديري كيما هكا، لقيتيها تحتاج 3 ديري 3، المهم تبقي تمشي من الخط للخط. شوفوا هنايا راهي جاوني مع انهم جاوني هكاك 3 بصح عاودت جاتني تقول وحده كبيره وحده صغيره، جاني شويه الخط مائل. كي تجيك قلت لكم كي تجيكم باللي البلاصه ضيقه تقدروا تنقصوا في الخطوط، وكي تجيكم واسعه تقدروا تزيد عفوا تقدروا تنقصوا في العقيق، وكي تجيكم واسعه تقدروا تزيدوا. نكملوا هكا، بعدين نكملوا هكا بهذه الطريقه حتى تكملي الرسمة كامل تاعك بهذه الطريقة. من الأحسن ومن الأجمل أنهم يكونوا مايلين هكا. شوفوا بعدين هنا لما نحس باللي إذا ميلت إذا كان رقدتها راح يولي الخط مستقيم، وإذا ميلت راح جيني فراغ. نميل العقيقة الأولى، نميل الخط هذا كما راكم تشوفوا راني ميلت وبقالي شوية فراغ، نخرج من النص هذا تاع الخط هكا بهذه الطريقة ونحط زوج عقيقات ولا عقيقة ولا 3 على حساب انايا الفراغ اللي واش يحتاج، الفراغ تاعي واش يحتاج. يقولوا له هذه الغرزة المخفية، شوفوا هنا راني درت زوج ومع انهم يجوا في بلاصتهم بصح جاتني تقول واحدة طويلة واحدة قصيرة شوية دارت، لكن ماهيش مشكل. نتوما مهم افهموني باللي كي تجيكم يبدا الخط يولي مستقيم نديرو خط مائل بعيد شويه على الخط اللي تحته، ومن بعد نديروا الغرزه المخفيه. ولا تقدري انت ديري الغرزه المخفيه اولا اللي فيها شويه تبدا من النص وتروح شويه، ومن بعد تعاود ديري الفوقانيه عادي، وهكا تكملي الخياطه تاعك ويميل لك الخط عادي جدا. يعني عذرا راني كي نعود نصور ونخدم نولي مشنوقه كما يقولوا، يعني نحس بلي الخدمه ما تجينيش كيما نخدمها وانايا
يعني هيك بلا تصوار وبلا كاميرا، نولي نقول ولعل تضرب من ولعل تبان جهه من ولعل، يعني نبقى نقرا في شحال من حساب باش تجيني الخدمه مريقله. المهم ان شاء الله تكونوا فهمتوها برك هذه الخطوه. هذه بالنسبه للطريقه الاولى باش يجيكم الخط مريقل وباين. بليز يا جماعه ديروا لايك باش يطلع لكم الفيديو، يطلع لكم جميع فيديوهاتي وتستفادوا نتوما ويستفاد غيركم. من فضلكم ربي يفتح عليكم ويعطيكم حتى يرضيكم. بليز ديروا لايك للفيديو باش تستفادوا كامل. ونبقى ندير كيما هكا، كي نعرف باللي شوفوا كيما هنايا جاتني شويه مايله من الخط، راني راح نعاود نحلها ونعاود لها هكا ونشوفها اذا كانت تحتاج ثلاثة نخلي ثلاثة، اذا كانت تحتاج زوج نخلي زوج، تحتاج ربعة نخلي ربعة. وهي من الاحسن انكم تبقوا محافظين على نفس العدد، لكن اذا جات بلاصة ضيقة وبلاصة واسعة كما عندكم حتى مشكل. في هاد الطريقة الثانية باش تجيكم الخطوط مايلة، ديروا هكا خطوط يعني باش تبقوا محافظين على نفس الميل. جيبوا الرسمة تاعكم، جيبوا قلم رصاص كيما راكم تشوفوا وخدموا خطوط مايلة وبقوا خدموا في خدمتكم عادي. ثاني هنايا تسهل لكم انكم تتبعوا هذوك الخطوط المايلين وتجيكم خدمتكم ثاني اسهل، خاصة للمبتدئين هذه الطريقة اسهل واسهل. ديما نقول لكم رقدوا الخدمة تاعكم على الرسمة باش تبان لكم باللي راهي قد قد ولا لا. وهكا نبقى نواصل، كي نلقاها تحتاج اكثر، خاصة في ديما قلت لكم هاد العقيق المهرس راهي ساعات تجيكم وحدة شوية وحدة كبيرة على وحدة، يعني ما تخلط لكم، لازم نتوما تكون عينكم ميزانكم وكي تحطوا العقيق على الرسمة تما تزيد تبان لكم. وهكا راني كملتها حتى وصلت للأخير بهاد الطريقة السهلة البسيطة. وبهاد الطريقة كما قلت لكم تتعمروا يعني القنادر، تعمروا سدور، تقدروا تعمروا أغصان، أوراق، يعني أي حاجة إذا كان عرفتوا هادو خلاص، يعني تبقى التعمار تاع العقيق حاجة سهلة. أنا راح ثاني للجهة تاع الذهبي وراح نكملها هكا بنفس الطريقة. أنا تقريبا راني ندخل في خمسة خمسة من جهة الذهبي هكا، شوفوا ساعات تجيني شويه خشين لانه ساعات تجيني العقيقه كبيره، ساعات تجيني صغيره، ساعات يجوني قد بعضهم. نكمل هكا بهذه الطريقه وشوفوا هنا في الاخير لما حسيت باللي هذيك البلاصه ما تحتاجش ياسر ما زودت لهاش العقيقات. ديما ديما على حساب الرسم. وهنا مادامني الرسمه اللي رسمتها رسمتها بيدي، يعني ما رسمتهاش من باترون، كون رسمتها من باترون جاوني كامل الاغصان كيف كيف ومرقلين ونفس الميل، لكن مادامني رسمتها بيدي راكو تعرفوا حاجه اليد ساعه تجي واحده رقيقه ساعه قشينه. المهم اللي تحوس على الباترون تاع هاد الرسمه بالذات راح تلقاه في صفحتي على الفيسبوك امني براس للابداع والديكور. وكما قلت لكم في الاخير هذا هو الشكل اللي تحصلنا عليه، تقدروا ديروا رقيقه في الوسط، يجي في القنادر، يجي في القفاطن، ديريه كرشمه في الظهر، ديريه في القدام، في التحت، في الفوق، كيما تحبي ديريه. هذا درسنا لليوم، دمتم في رعاية الله، سلام.